ورشة العمل اليوم هدفها نشر الوعي في المجتمع للعلامات أو الإشارات التحذيرية في تطور الطفل من ناحية لغوية. تم اختيار الموضوع بناء على طلب الأهل. إحنا جايين من ضمن مشروع اللي هو التعاون مع وعمل عقود شراكة مع مؤسسات وطنية في كافة أنحاء فلسطين، وجمعية تأهيل أطفال التوحد صعوبات التعلم إحدى هاي الجمعيات، بهدف نقل الخبرات وتبادلها والتعرف على أحدث أساليب العلاجية الموجودة حاليا في المجتمع وفي العالم، وبالاضافه لهيك كمان انه نشر الوعي، وكمان انه الكشف المبكر عن الحالات الاطفال ذوي الاعاقه وتحويلهم للمكان المناسب لهم، سواء كان اميره بسمه او لاي مؤسسات وسطيه مجتمعيه بتقدم خدمات تاهيليه. حقيقه تعاوننا مع المركز هنا هو لانه احنا المركز الوطني لتاهيل الاطفال ذوي الاعاقه من سن يوم لسن 15 سنة، فمنتابع أطفال كل أطفال الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده سواء بالقدس أو في كافة أماكن تواجده في الضفة الغربية. والإدخال عندنا في المركز بيكون وضع خطة لبرنامج التأهيل الشامل، ومن ثم بما أننا نتبنى سياسة التأهيل المبني على المجتمع نعتمد على دعم الطفل في الأسرة والمجتمع، وقدومنا لهنا لطول كرم حتى نتابع بعض الحالات التي كانت قد دخلت إلى المركز ومتابعة تطورها أو كشف عن حالات جديدة. والحمد لله بتضافر الجهود بين القدس وطول كرم في المركز هنا نستطيع أن نقدم خدمة متميزة للأطفال وندعم الأهالي في سبيل دمج الطفل في الأسرة والمجتمع ومواصلة حياته حتى من الناحية التعليمية أو من النواحي الأخرى. طبعا اليوم ضمن سياسة الجمعية في التشبيك والتعاون وخلق التعاون المشترك لتقديم خدمة أفضل، نستضيف جمعية أو مركز الأميرة بسمة القدس وضمن طاقم الطبي والتأهيلي لتقديم خدمة التشخيص والعلاج والتدريب لأهالي الأطفال المستفيدين من خدمات الجمعية. طبعا الأمر بتمركز حول اتفاقية التعاون بينه وبين مركز أميرة بسمة لنقل تجربتهم وخبراتهم وتدريب الأهالي وإرشادهم وتوعيتهم حول موضوع الأطفال اللي عندنا في المركز. اليوم عندنا على شقين، تأهيل الأطفال وتدريب الأمهات باستضافة بلدية الكرم مركز تطوير القدرات، والدكتور وضاح لتشخيص الحالات وتحويلها لمركز الأميرة بسمة في القدس وتقديم ووضع خطة العلاج والتدخل. هاي الأمور كلها إحنا بنسعى دائما في جمعية تأهيل أطفال التوحد لخلق شراكات حقيقية لتقديم خدمة نوعية وخدمة أفضل وبتكلفة مجانية، طبعا برعاية من وزارة الصحة بتحويلات معتمدة من وزارة الصحة لتقديم الخدمات العلاج والتأهيل لهؤلاء الأطفال.